إلى أحوال الطقس، رفعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة مع تسجيل درجات حرارة قياسية في كل من البليدة، جنوب تيبازا، جنوب الجزائر العاصمة، جنوب بومرداس. كما أشارت المصلحة ذاتها إلى أن درجات الحرارة القصوى قد تصل أو تتعدى 48 درجة مئوية تحت الظل، أما درجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 34 و 38 درجة مئوية، وهذا بداية من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 3 بعد الزوال. هذا وحذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه من المستوى الثاني من حرارة شديدة على معظم ولايات الوطن. ستعرف هذه الولايات درجات حرارة مرتفعة تتراوح ما بين 36 و 49 درجة تحت الظل، والولايات المعنية هي كل من أضرار، شلف، الأغواط، أم البواقي، باتنا، بجاية، بسكرة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بالعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، برج، بعري، ريج، الطارف، تندوف، تيسمسيل، تلوادي، خنشلاس، وقهراس، ميلا، عين الدفلة، نعامة، عين تيموشنت، غردايا، غليزان، تيميمون، برج باجي مختار، ولاد جلال، بني عباس، عين صالح، تقرت، المغير، والمنيعة.